نبتدي نبدأ. أول مساء الخير على السادة الصحفيين المحترمين. احنا هنلقي عليكم دلوقتي بيان الحزب، وبعدين هنشرح بعض النقاط ونثق بالمناقشة والأسئلة. السيدات والسادة، أرحب بكم في حزب المصريين الأحرار. أخرج عليكم اليوم لتأكيد أهمية وخطورة المرحلة التي يمر بها وطننا الغالي. فنحن نعيش منذ أكثر من عامين ظروفا شديدة الصعوبة، متفاعلين مع شعبنا وحريصين على قيادتنا السياسية، وكلنا أمل في أن يكون حزبنا عند حسن ظن من وثقوا فيه، وأن نكسب ثقة من تعرضوا للتشكك في أمرنا. أقف اليوم لأؤكد سعادتنا وفخرنا بنواب الشعب تحت قبة البرلمان بكل ألوان الطيف، بقدر سعادتنا وفخرنا بنواب حزب المصريين الأحرار الذين ينقلون جهدا وعرقا وعلما وفكرا أسسناهم على مدى شهور من عمر حزبنا. صحيح أنها أصبحت سنوات، لكنها قليلة جدا أمام طموحنا الكثير. وأحب أن أؤكد أن التغيير ليس نزهة ولا شعارات، لكنه عملية صعبة يتحملها الرجال والشجعان من أبناء هذا الوطن الراغبين في إعادة بنائه وصياغته بما يتناسب مع حضارتنا وتاريخنا العريق. وبناء عليه أسجل الآتي: لقد درسنا قانون الخدمة الوطنية دراسة مستفيضة وتحاورنا حوله، اختلفنا واتفقنا، انتهينا إلى أنه جراحة الضرورة التي لا هروب من الإقدام عليها. وحين أتحدث عن القانون أتحدث من أوله إلى آخره، وإجمالا فهو طوق النجاة لشعبنا كان يتخلص من آلام الترهل واللامبالاة والفساد وعدم تحمل المسؤولية والرغبة في تكريس واقع شديد المرارة. وإن كانت هناك تحفظات أو سلبيات فهذه لا ننكرها، بل نعلن أننا سنترك فسحة من الزمن للتطبيق مع التقييم، وسنكون أول من يتقدم بالتعديل والتغيير في ضوء التجربة. فنحن لا نوافق على بياض ولا نرفض لمجرد العناد، وأستطيع التأكيد أن ضميرنا الوطني يدفعنا إلى الدفاع عن هذا القانون، لأننا نرى مصر التي نحلم بها وننشدها. ولهذا فإن حزب المصريين الأحرار يدعو ممثلي الحكومة وممثلي النقابات والاتحادات والأحزاب السياسية وأعضاء البرلمان لمناقشة القانون، وسوف يتبنى الحزب مخرجات هذه الحلقات النقاشية في مشروع تعديلات القانون في البرلمان بعد الموافقة عليه. إنني أسجل بكل التقدير لمجلس النواب قدرته على تحمل المسؤولية الوطنية وجدية كل نوابه خلال المناقشات الدائرة حول كافة القوانين المطروحة. وأؤكد أننا حاضرون بأكثر من مشروع قانون جديد لمصلحة الوطن سيعرضهم نوابنا فيما يتعلق بدفع التنمية الاقتصادية وإصلاح التعليم والمنظومة الصحية وصياغة الانضباط الإداري لجهاز الدولة، إضافة إلى لائحة البرلمان التي ستحدد منهج عمل مجلس النواب. وأترك لكم الأمر لطرح ما ترونه من أسئلة. وقبل أن أفتح باب النقاش المناقشة أسجل تقديرنا للقيادة السياسية فيما قامت من أجل إعلاء شأن الوطن إقليميا ودوليا، ويتجلى ذلك في أن مصر تعود لمكانتها عربيا وإفريقيا وأسيويا، واستعادت قيمتها أمام المجتمع الدولي برصانة ودونما أي تهور أو اندفاع، بحثاً عن مغازلة الشارع والعزف على أوتار عواطفه. تحيا مصر وأحيا حزب المصريين الأحرار. احنا هنفتح معاكم كده باب المناقشة عشان نشوف نطرح وجهة النظر، لأن واضح أن قانون الخدمة المدنية ما خدش حقه في المناقشة والطرح والشرح للناس. لكن هو السؤال المبدئي: هل الشعب المصري راضي على الخدمة اللي بتقدم له من الجهاز الإداري في الدولة؟ ده سؤال. وهنا هنطرح نقول لماذا هذا القانون. ها احنا برضو بنحب عندنا زي ما بنشتغل بمؤسسية وبتقنية وبندي كل حد حقه. فمحمد هيشرح لكم دلوقتي
احنا وجهة نظرنا ايه، وليه القانون، وايه مميزاته، وبعدين بعد كده انا اطرح لكم ايه الاثار السلبية اللي ممكن تحدث نتيجة لرفض هذا القانون. اتفضل يا محمد. مساء الخير. زي ما الدكتور عصام اتكلم في الاول، احنا النهارده ليه عايزين قانون الخدمه المدنيه، او ليه بنتكلم في قانون الخدمه المدنيه؟ احنا عندنا جهاز اداري للدوله وظيفته ان هو يقدم خدمات للمواطنين. هل المواطنين بيحصلوا على الخدمات بصوره لائقه ليهم؟ اعتقد ان ده ما بيحصلش. احنا بنشوف قدامنا قد ايه الناس بتقف في طوابير، بتتعذب، بتسيب شغلها باليوم والاثنين والثلاثه عشان تحصل على خدمه بسيطه جدا، غير وجود شبكات فساد موجودة ومترسخة، وده أمر كلنا عارفينه جوه الجهاز الإداري للدولة. الوضع القائم النهاردة بتاع الجهاز الإداري للدولة مبني على قانون اتعمل سنة 64، هو لما طلعت قوانين يوليو الاشتراكية سنة 64 تم عمل قانون موحد للعاملين في الدولة بمفهوم ان الدولة بتملك كل أدوات الإنتاج، وان هي الدولة عندها كل الموظفين بيشتغلوا فيها في جدول واحد بأجر واحد. حصلت تعديلات عليه بعد كده سنة 71، حصلت تعديلات بعد كده سنة 78، وده اللي احنا شغالين عليه النهاردة لغاية لما طلع قانون الخدمة المدنية. فاحنا عندنا قانون بينظم الجهاز الإداري للدولة بقاله حوالي 37 سنة من سنة 78. العديد من المتغيرات اللي حصلت في مجال الإدارة، العديد من المتغيرات اللي حصلت على صعيد السياسي والاقتصادي، خلت القانون فاقد للقيمة وبرة إطار الزمن، وده خلق تشوهات عندنا وصل بينا الحال للمنظر اللي احنا بنشوفه، ان الناس بتتعذب عشان تحصل على أبسط خدمة ليها، ان احنا في عندنا عدد مهول من الموظفين مقابل خدمات شديدة السوق. على سبيل المثال احنا عندنا موظف لكل 14 مواطن في مصر، في دولة زي المغرب موظف لكل 88 مواطن، في فرنسا وغرب أوروبا حوالي موظف لكل 140 مواطن. طيب ده معناه ايه؟ ان احنا عندنا موظف لعدد قليل من المواطنين، ولكن في المقابل مفيش خدمه. فده بيدل ان احنا في عندنا خلل وفي قصور واضح جدا في هذا الوضع القائم. قانون الخدمه المدنيه الجديد الميزه اللي فيه ان هو بيحاول ينظم الوضع ده، وبيحاول يخلي ان احنا عندنا جهاز اداري فعال، جهاز اداري مبني على الإدارة الحديثة، بيحول فكرة شؤون العاملين لفكرة موارد بشرية، ودي حاجة مهمة جدا. إن أنا بدل ما أنا عندي مجموعة من البني آدمين، ده يعني هي فكرة فلسفة القانون نفسها، إن أنا بدل ما أنا عندي شؤون العاملين ناس شغالة بتروح وتيجي كل يوم تمضي وخلاص، بينما إن أنا عندي أنا عندي دول موارد بشرية لازم أهتم بيهم وأطورهم. فبدأ في البداية خالص بدأ يعمل إن هو بقى أكبر، إن يبقى موجود في وحدات للتنمية البشرية موجودة في كل وحدة إدارية، وظيفتها ان هي تبص على البرامج التدريب والتأهيل المناسبة للموظفين علشان نضمن دايما الموظفين دول متماشين مع احدث الانظمة بتاعت الادارة. الحاجة التانية ان حتى هذه اللجان كمان بتعمل حاجة اللي هي مؤشرات الاداء، اللي هي key performance indicators، اللي انا اقدر على اساسها اقول والله هذا الرجل او هذه المرأة قدم الشغل بطريقة مظبوطة ولا لا. عندنا بتنظر كمان في تطوير اساليب العمل داخل هذه الوحده. فكل الكلام ده موجود في القانون بيساعد ان احنا النهارده يكون في عندنا تطوير للجهاز الاداري، وان هو يكون ماشي طبقا لمتطلبات الاداره الحديثه. الحاجه الثانيه ان هو بيعيد تنظيم الجهاز الاداري بصوره ان هو اول حاجه خلق مجلس للخدمه المدنيه. مجلس الخدمه المدنيه ده شغلانته ان هو يتولى تقديم المقترحات الخاصه بتطوير الخدمه المدنيه، تحسين الخدمات العامه في البلاد. فانت النهارده عندك عمليه تطوير مستمره، وبقى في جهه مختصه بتطوير الدولاب العمل داخل الجهاز الاداري للدوله، وتطويره ان هو يبقى متماشي مع مبادئ الاداره الحديثه. بعد كده في عندنا نص على ان يكون لازم في كل وحده بتضع هيكل تنظيمي ليها، بتحط فيها الانشطه بتاعتها، بتوضح الانشطه بتاعتها، بتحط فيها الوظائف بتاعتها، بتعمل الكروت بتاعت الوظيفه، بتوضح الجوب ديسكريبشن الوظيفه بتاعت كل حد فيها بيعمل ايه. فده بيفك التشابك بتاع الهيكل الاداري للدوله. احنا عندنا حاله من العشوائيه وحاله من التخبط والتضارب جوه الجهاز الاداري للدوله مذهله جدا ومزعجه جدا، وده اللي بيؤدي لينا للوضع اللي احنا فيه النهارده.
لما نيجي نلاقي كمان ان هو بدا كان حاجه من المشاكل اللي عندنا لما بيحصل تغييرات وزاريه الوزير بيجي بيقعد في مكتبه فتره من الزمن على ما يعرف الشغل عامل ازاي، كان بيتابع هو العمليات بتاعه الوزاره من يوم ليوم، ما كانش عنده الوقت الكافي ان هو يقدر يحط استراتيجيه للوزاره دي ويضمن المشاريع والبرامج بتاعه الوزاره دي بتمشي حتى في حاله تغييره. في دراسه كانت معموله على قطاع النقل كانت احد اسباب بصوره واضحه جدا من اهم الاسباب لتردي قطاع النقل في مصر، ان كل ما بيجي وزير نقل جديد بيكون عنده تصور معين لقطاع النقل، فواحد يكون مهتم بالسكه الحديد، الثاني بيكون مهتم بالطرق والكباري، النقل البري، النقل النهري، ففي الاخر كل واحد بيطلع بتصور مختلف عن الثاني ويبدا يطبقه في فترته ويجي بعد كده التغيير يقضي على الكلام ده كله. فهو استحدث ان في حاجه اسمها وكيل دائم للوزاره، ده بيكلف بضمان الاستقرار التنظيمي والمؤسسي للوزاره والهيئات التابعه ليها واستمرار البرامج والخطط. فالنهارده لما نقدر نحط نقول والله ان احنا عندنا استراتيجيه معينه او خطه معينه لتطوير قطاع معين، بنضمن ان حتى لو حصلت تغييرات سياسيه او تعديلات في الوزاره ان البرنامج ماشي، ما بيجيش الراجل يشيل اللي حصل قبله. الحاجه الثانيه ان احنا كان في عندنا شيء من الفوضى في تعيين المستشارين، فده تم ضبطها بان هي اول حاجه التخصصات النادره دي بيتم الاستعانه بيها لفتره او لمده 3 سنين بس. الحاجه الثانيه ان هي تتماشى مع الحد الاقصى للاجور، وان بيكون عن طريق برضو اجراءات منظمه ليها في اللائحه. الوظائف الاداريه العليا، الوظائف الاداريه العليا بقت لمده فترتين، فانت النهارده بتعمل تجديد للدم في الاداره العليا بتاعه الجهاز الاداري، فالنهارده ما عندكش واحد قاعد بس عشان هو بقاله فتره من الزمن موجود فبيقعد لغايه ما يخلص مدته في المنصب الاداري ده، لا ده لمده بحد اقصى 6 سنين، 3 في 3 فترتين. الحاجه الثانيه ان ده عن طريق مسابقه وعن طريق امتحان. الوظائف بتاعه الجهاز الاداري للدوله بقت عن طريق مسابقه مركزيه، بتشترط كمان ان الوظائف دي تكون شاغره ومموله. ليه؟ لان احنا كان بيحصل عندنا ازمه ان انت بيجي بعد كده الناس الجهات الاداريه او الوحدات الاداريه كانت بتطلب وظائف ملهاش اعتمادات، بتروح تتخانق مع وزاره الماليه يفتحوا لنا اعتمادات اضافيه في الموازنه، فبيزود في الاخر لما نيجي نقفل الحساب الختامي بتاع الموازنه نلاقي ان احنا في عندنا عجز زياده. فده اشترطه في القانون الجديد، فضمنت ان انت في الاخر الاعلان بتاع الوظيفه، هي الوظيفه موجوده ومموله وليها اعتماداتها، وفي نفس الوقت عن طريق مسابقه مركزيه، فانت ما عندكش فكره الواسطه والفساد. الحاجه الثانيه ان عن طريق امتحان. شيء لطيف جدا كمان ان هي فتحت المجال للكفاءات. الاول كان المعيار كان جزء اساسي من معيار الترقي هي الادميه. النهارده فتح جزء بدءا من المستويات الدنيا لحد 25% لغايه 100% بالاختيار. بمعنى ايه؟ ان انا عندي الادميه موجوده وكل حاجه، لكن لو عندي حد كفء وحد على مستوى عالي من الكفاءه بقدر اختاره وارقيه بعيدا عن الاسلوب القديم بتاع ان انا عندي التراتبيه بتاعت انا اقدم منك فنفضل قاعد كابس عليك. الحاجه الثانيه فكره التقييم بتاع الاداء. النهارده بيتقيم الموظف مرتين في السنه، النتيجه بتاعته بتبقى هو تقييم سنوي واحد لكن بيتم التقييم على مرتين في السنه، المتوسط بتاع التقييم بتاع المرتين هو ده اللي بيبقى موجود. اللي بيحصل ان الموظف اللي بياخد مرتين ورا بعض تقدير ضعيف في التقييم بتاعه، تقدير ضعيف، اللي بيحصل ان هو بيتم نقله لوظيفه تانية في نفس المستوى الوظيفي بتاعه. بيشوف والله لو ادى الراجل ده في مده لا تتجاوز سنه، لو ادى كويس في خلال الوظيفه دي ده حاجه عظيمه جدا، بيرجع تاني. لو ما اداش اللي بيحصل ان هو فضل برضه مستواه متدني وفضل برضه تقريراته ضعيفه، بيقترحوا خصم 50% من مرتبه لمده 6 شهور، فضل برضه ضعيف، في الاخر بينهوا خدمته مع احتفاظه بحقه في المعاش. الحاجة التانية إن في تنظيم للحوافز وساعات العمل الإضافية. النهاردة القانون بيتكلم على فكرة إن أنت عندك 35 ساعة في الأسبوع، أي ساعات إضافية بعد كده بيخرج بيها قانون منظم للساعات الإضافية دي، أو قرار منظم للساعات الإضافية دي. الميزة اللي في ده إيه؟ إن أنت النهاردة عندك الحكومة كلها مش قطاع واحد، مش كل الأعمال اللي بتتم جوه الجهاز الاداري للدوله اعمال زي بعضها، في بعض الجهات اللي بتتطلب مهارات معينه او اعمال معينه ذات طبيعه معينه، فانت النهارده بتقدر تميز الناس على اساس الوظيفه بتاعتها، بدل ما انت كنت في الاول بتسعر
ساعه الموظف او اجر الموظف بناء على بس مجرد الشهاده بتاعته. فانت بتلاقي ان انت عندك مثلا محاسب او محامي او مهندس او طبيب، بس كل واحد بيشتغل شغلانه مختلفه تماما عن التاني، ليها متطلبات معينه مختلفه، بتتطلب ساعات عمل مختلفه، بتتطلب مهارات مختلفه. فالنهارده ما كانش ينفع ان انا اقدر اساوي ده كله، فخليت الجزء الزياده بتاع ساعات العمل لكل جهه تقدر بيكون مختلف عن التاني. اخيرا عشان طولت شويه، اخيرا بالنسبه برضو للموظف المنتدب، حلوا الازمه بتاعه الاجور بتاعته، فبقى اجر الموظف المنتدب بيكون على الجهه المنتدب عليها. احنا شايفين دي بشكل عام باختصار شديد جدا دي معظم الايجابيات الموجوده في القانون. في بعض التحفظات على القانون، في بعض التحفظات على القانون. على سبيل المثال مثلا ان احنا بنتكلم ان تقييم الاداء المفروض في تظلم ليه خلال 60 يوم، هو بيتكلم في القانون ان لو بعد 60 يوم لم يتم الرد عليه فده بيعتبر نافذ، ده شيء مش عقلاني ومش مقبول، لا بالعكس لازم يتم الرد عليه. الحاجه المتعلقه برضو كل افندم كل طبعا. الحاجه الثانيه ان احنا في عندنا حصلت استثناءات في تطبيق القانون، احنا عايزين القانون ده يتم تطبيقه على كل الجهاز الاداري للدوله. الاستثناءات بالمناسبه جزء منها نتيجه الوضع القائم النهارده بقانون بتاع 71، قانون 47 بتاع 71، لانه سمح ان انت يبقى في عندك الهيئات ليها لوائح خاصه وقانون خاصه. فانت النهارده عملت تشوه في هيكل الجهاز الاداري كله، والنهارده اللي احنا بنحاول نعمله بقى بالقانون ده ان احنا نصلح التشوه ده. ففكره ان احنا نقول لا القانون ده هنوقفه، ده معناه استمرار للوضع القائم القديم بكل التشوهات اللي فيه. احنا بنطالب ان احنا القانون ده يطبق على الجميع، على كل العاملين فيه زي ما اول ماده في القانون دي بتقول بدون استثناءات. انا طولت عليكم، متشكر. الدكتور بقى حضرتك اتفضل. زي ما شرح فريد كده، وشفنا قد ايه ان ده قانون فيه ميزات كبيره علشان نصلح الجهاز الاداري للدوله اللي هو النهارده اكبر معوق في مصر لاي تقدم للمجتمع واي اصلاح فيه. وقلنا تحفظات، تحفظات معقوله نقدر بعد تمرير القانون ان احنا نطرح تعديلات على هذا القانون. ومن هنا برضو جت دعوتنا الى ان احنا نعمل مؤتمر بندعو فيه كحزب المصريين الاحرار زي ما قلت من شويه، الاتحادات والنقابات والبرلمانيين والاحزاب السياسيه، ونبتدي نشرح ونتكلم فيه، والحكومه طبعا لابد ان تكون موجوده فيه، ونشرح ايه اعتراضات بعض العاملين في جهاز الدولة عليه، ونبتدي نحلها ان احنا كلنا في وطن واحد. لأن انا متأكد انه لو حد في وزارة ما ومعترض عليه، لكن لو راح عشان ياخد خدمة من وزارة اخرى هيعاني مشكلة المواطن الذي لا ينتمي لهذا الجهاز. فالحقيقة احنا بنقول ورأينا وعايزين انه هذا القانون يتم اقراره، ثم حتى في دور التشريع الاول نناقشه ونبحث فيه التعديلات علشان ما تمشي ليه، لان كمان في اثار مترتبه على الغاء هذا القانون. هذه الاثار في منتهى الخطوره، اولها مثلا الغاء قرار رئيس الجمهوريه بالقانون رقم 96 لسنه 2015 بتعديل احكام قانون الضريبه على الدخل الصادر بالقانون 91 لسنه 2005 والصادر في 20 اغسطس 2015. الحقيقه ده هذه القوانين اللي هي رفعت حد الاعفاء الضريبي للموظف، فان كنا احنا ايضا هنطالب داخل المجلس برفع الحد الاعفاء الضريبي للموظف بما يتناسب مع الحد الادنى للاجور. ده اول قانون هيتلغي. القانون الثاني الغاء قرار رئيس جمهوريه مصر العربيه بالقانون رقم 117 لسنه 2015 بتعديل بعض احكام قانون التامين الاجتماعي، لانه التامين الاجتماعي اللي نفذ هيكل الاجور الجديده بالاجر الوظيفي والمكمل، وده هذا القانون اللي هيتلغي انعكس ايجابيا على المعاشات في الموظفين. نمره 3 الغاء قرار رئيس مجلس الوزراء
1822 سنة 2015، واللي فيه أو ما معناه بتتحمل الدولة الضرائب عن الموظف. هذا القانون أيضا هيتم إلغائه. هتلغي قرار وزير التخطيط اللي بناء عليه تم الهيكلة التنظيمية للدولة. يعني هيحصل في هذا الموضوع ارتباك شديد جدا داخل الدولة. في أيضا في إهدار المال العام بإلغاء منظومة التعيينات الجديدة، وهيتم عليه إلغاء الميزانية المقررة لذوي الاحتياجات الخاصة، الامتياز اللي أخذه ذوي الاحتياجات الخاصة. هيتم أيضا إلغاء المزايا المقررة للسيدات، وإلغاء المزايا المالية المقررة للموظفين، وإلغاء العلاوة الدورية اللي هي 5% من الأجر الوظيفي. هي فيها حاجات تقنية كتير احنا مش هندخل فيها بعمق يعني، ودي هذه العلاوات أعلى فعليا من ما كان منصوص عليه قبل كده، اللي هي من 1.5 جنيه إلى 6.25 جنيه شهريا، لأنها بتتاخد على الأجر الوظيفي بالكامل. إلغاء بناء صف تاني من القيادات اللي موجودة داخل الجهاز الدولة. وبعدين هيتم إلغاء جميع التعيينات اللي تمت طبقا لأحكام قانون الخدمة المدنية حين صدوره. كل ده هيعمل إشكالية داخل الجهاز الإداري داخل الدولة، هندخل في مرحلة ارتباك. فبما أن احنا أساسا بنمر بمرحلة خطيرة في مصر، عايزين نشجع الاستثمار، عايزين نضبط الأداء وننتقل إلى الأمام. فإحنا كحزب شايفين أن الحل الأمثل اللي هو أن يتم إقرار هذا القانون، ثم في دور التشريع الأول نبتدي نشوف إيه التعديلات المطلوبة. أيضا اللائحة التنفيذية يجب المناقشة فيها مع الحكومة، وزي ما احنا قلنا احنا بنقول الكلام اللي احنا كحزب مقتنعين به، وهندافع عن ما نحن مقتنعين به في الحزب، لان احنا شايفين انه هذا القانون بكرر مرة ثانية مهم جدا 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 لاصلاح والتنمية، وان الشعب نفسه يبتدي يحس ان هناك تغيير. لو الوضع قائم كما هو الان لن يشعر اي مواطن في مصر باي تغيير مهما حدث من تنمية، لان هناك جهاز معطل. أنا كل ما بكتر عدد الموظفين وبحمل بيهم الهيكل الإداري للدولة دون أن يكون ليهم دور، ده بيعمل عقبات. خلونا ننتقل لقدام، خلونا نفكر برا الصندوق. لو أي إحنا عشان كده عملنا هذا يعني بندعو إلى هذا المؤتمر، كل من له اعتراض مرحب بيه، إحنا في وطن واحد والمتضرر هنصلح كل الكلام ده. لكن هل أنا النهاردة ألغي هذا القانون وأثاره المترتبة في منتهى الخطورة وتعرضنا إلى كثير من الارتباك داخل الدولة؟ ده اللي احنا بنحذر منه. انا خلصت كلمتي، ولو في اي حد له اسئلة احنا تحت امر. اتفضل. دكتور طارق، بتكلم دلوقتي مين اللي هيقيم اداء العامل او الموظف؟ تمام. كيف يضمن مداه التقييم؟ تمام. هارد عليك، بس انت فكرتني بحاجة انا كنت انسيها. احنا بالخلال الناس والنواب بتاعتنا في مناقشتهم مع الجوائرهم، المشكلة من أحد المشاكل الرئيسية وترتبط بها موضوع التقييم، أنهم قلقانين بأن المدير هو اللي هيكون في إيده كل شيء. فالحقيقة أنا شايف أن المشكلة مش مشكلة القانون، هي المشكلة أن الموظفين ما عندهمش ثقة في مديريهم. يعني هو شايف أن المؤتمر وضع قائم وهو مدير موجود وأيضا بيتحكم في كل شيء، لكن اللي هيحط هذا تقييم الأداء معك يا فريد في اللائحة التنفيذية المدير له 40% فقط، وهناك معايير لابد أن تطرح. ولهذا برضو احنا بننادي أن اللائحة التنفيذية وإن كانت صادرة من الحكومة لابد أنه يبقى المجلس له مناقشة فيها، لأنه بيعبر عن الشعب وراء الشعب، ويجوز جدا أن نغير جدا في اللائحة التنفيذية بحيث نضع الضمانات. وما تنساش أن كل مدير يقيم الموظف اللي تحته، في مدير أيضا يقيم أداؤه، وهناك سلسلة من الرقابات الموجودة ووضعها. لابد من وجود معايير واضحة للتقييم، من ضمنها الحضور، من ضمنها الأداء، من ضمنها الإبداع والفكر. كل ده لا يعني بعض التخوفات زي ما بيقول، يعني أنا أقول لأ أنا مش عايز هذا القانون. عندك يا فريد رغم نظام تقويم أداء الموظف يشتمل على عناصر تقويم اللي أنا بقول عليها الأداء، منها تقويم الموظف لذاته، لأنه هو برضو بيحط تقرير في نفسه
ودي شيء في بلدنا برضو جديد ولازم نفكر جديد عشان ننطلق. طول ما احنا عمرنا بنفكر بالاسلوب القديم عمر بلدنا ما هتتقدم. تقويم الموظف لرئيسه، ايضا الموظف بيضع تقييمه لرئيسه. ما احنا بنقول مشكلة هذا القانون هو مش معيب او في حاجة، هي مشكلة انه ما خدش وقته وطرحه وشرحه للناس. تقويم المتلقين لخدمات الموظف ايضا بتضع معايير مقيم، يعني انا كمواطن بروح من حق ان انا ادي تقويم لاداء هذا الموظف. تقويم الاداء العام للوحده التي يعمل بها، تقويم الرئيس المباشر لي القائم على معايير موضوعيه منها السلوك والالتزام، الجوده والتميز، الانجاز، القدره على تحمل المسؤوليه، وذلك كله وفقا لنموذج استرشادي يضعه الجهاز المركزي للتنظيم والاداره ويصدر به قرار من الوزير المختص. اذا موضوع التقييم مش في ايد مديره فقط، ده اصبح هو كموظف بيقيم مديره واللي بيتعامل معاه بيقيمه. هو ده اللي احنا عايزينه، انه تبقى الموضوع فيه شفافيه، هيتم وضع ولابد ان يتم وضع معايير واضحه في هذا. وده خلاف للوضع اللي كان موجود قبل كده، اللي كان الرئيس المباشر هو الوحيد اللي بيقيمه. يبقى في الخوف منين؟ عشان كده بنقول انه هذا القانون لم يجد من يحنو عليه، لم يجد اللي يشرحه للناس بجد. يعني شوف انت، انا ما شرحته لك، انت ايه رايك في التقييم؟ مش بيبقى الرئيس بس، ده بيبقى له جزء. وهكرر تاني، الموظف يقيم نفسه، الموظف يقيم رئيسه، والمواطن بيقيم الموظف في الأداء.